ربع عائلة. وشوفوها في 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 النساء تاعنا وفي وراهم ولادنا راهم من يقراو الثانية والثالثة وسقسوهم سورتو الثانية والثالثة ابتدائي. أنا والله لا استغربت الأم من صباحت تغسل ولدها وتغسل وجهه ونقولوا صلى نديروا صلى الفجر وكاع عنده 7 سنين ولا 8 سنين هي وتلبسلوش الساكودو كارطاب الطابلية ورايح للمدرسة يقرا وادي نشتها في العائلة. أيوة مين يطوه الساكودو الأم شا توجد توجد له اللمجة. المهم يديروا لها هذيك الصابرة ويديروا لها باه يصبروه باه خاش عليها الماكلة تربط لك العين. ربي يقول لإله في قريشي إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا العبادة رب هذه هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. باه تعبد ربي لازم العين يكون لشطومة أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. المهم أيا توجد له هي هذيك الصابرة هذيك حبة فرماج حبة بيض باه يروح يقرا ومعنويات مرتفعة. أنا بنقولكم اشتهي الوصية اللي توصيها الأم لولدها وصيرها عند الباب تقول روح تقرا يا ولدي روح ما تقولوش تهلا في الكارطاط أي سموه الكاسكروت هذاك تقول له عندك حرز يدولك الكاسكروت. هو مسكين يقرا السنة الثانية ويروح مسكين المدرسة يقعد أنا نتخيل فيه هكا قاعد يبغوا يدوا له ستيلو خلوه يدوا له ستيلو فما يدولوش كاسكروت ستيلو راح يبغوا يدوا له كريون قلم الرصاص يدوه له وما يدولوش كاسكروت. علاه وصية أمه قالت له تخلى في الكاسكروت هو مسكين هذا الله غالب الولد ويدوا له خرطاب وما يضيعش الكاسكروت ويدوه قهوه وما يضيعش الكاسكروت. هذه حاجه عظيمه هنا ذاك من تولي امه همها في بطونها مسكين ذاك الولد كي يخرج الولد كي يخرج يخرج مسكين دائما يلقى عاقلي على كاسكروت بصح كون ولا قالت الله في قرايتك وقرا مليح وركز مع الاستاذ شوفوا شوفوا الولد تاعك يخرج يخرج. يعني قلنا يعني ختام الكلام سمحونا على طولنا لكم اذا قلنا فتنه النساء فتنه الدين فتنه المال يعني امور معروفه يعني فيها تفصيل فيها جمعات وفيها دروس وفتنه العلم اللي تكلمنا عليها على الشباب يعني يسال المرء يعني لن تزول قدم عبد حتى يسال عن اربع وذكر عن علمه ماذا عمل به يعني هذه الامور اسئله اربعه التي سالها النبي صلى الله عليه وسلم. فما علينا في هذه الليله المباركه امام المشايخ وامام حافظه القران والائمه والناس الحضور والشباب والعريس سي عبد القادر وكل من حضر هذه المأدبة وهذه الجلسة الكريمة المباركة التي لا شك ولا محالة أننا جئنا وبقلوب طاهرة وبأيدي نقية بغينا ندعو لأخينا ومن بعد يزيد يكمل الشيخ يعني بالدعاء وإن شاء الله يكون دعاء مستجاب. نقول إن شاء الله هذا الجمع يكون مبروك يا رب العالمين. اللهم يا ربي اجعل يعني هذا الجمع ان شاء الله في ميزان الحسنات. اللهم يا ربي علي به درجات. اللهم يا ربي يا ربي زيد فيه في المقامات يا رب العالمين. العريس هذا يعني خونا الله يجعله طيب والله يفرحه في الدنيا والاخره ويعطيه السعاده في الدنيا والاخره وان شاء الله يفرحه بالزوجه تاعه وتفرح به الزوجه تاعه يا رب العالمين. والشباب نقول اللهم يا ربي هيئ لابنائنا زوجات صالحات وهيئ لبناتنا ازواج صالحين واجمع الصالحين بالصالحات وان شاء الله ربي يعمر داره بالذريه الطيبه الصالحه الحافظه لكتاب الله التاليه للقران. الناس اللي حضروا الجوارين ويعني اللي حضروا ان شاء الله ربي غادي ناكلوا هذا الطعام يعني ان شاء الله يكون في ميزان الحسنات وعلي به الدرجات. ان شاء الله يا ربي يكون شفاء لما في الصدور. الجماعه الله يجمع الراي الله يوحد الكلمه الله يالف بين القلوب يعني الشباب الله يرزقهم برزق احلال يا رب العالمين. اللهم يا ربي بغنينا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين. الناس الكبار والشوابين الله يعطيهم الخير والائمه ان شاء الله ينورهم بنور القران وزينهم بزي القران ويحليهم بحلال القران والجميع الله يثمركم والله يعمركم والله يقضي حوايجكم والله يفتح عليكم فتح العارفين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحان المشايخ ابو تراب هم اللي صح اذنوا خصنا شويه كما قال الشيخ خصنا الصدق مع نفوسنا مع بعضنا البعض ومع ربنا سبحانه وتعالى.
قول اللهم يرني اللهم يا ربي يفرحه اللهم يا ربي يعطيه السعاده في الدنيا والاخره ما شاء الله ربي يعطيك عمارة الدار ويعطيك ذريه طيبه صالحه الحافظه لكتاب الله وهذه العائله اللي يعني بما هذا البنت ان شاء الله ربي تكون لك قره العين ان شاء الله ربي تفرحك وتكون لك السبب في دخول الجنه وان شاء الله يصلح هذه الاسره الاسره اللي تكون يعني اسره مسلمه بدات على يعني القران وبدات على الذكر وبدات على الدروس وبدات على السنه النبويه وحضرك المشايخ وحضرك يعني الناس الصالحين يعني ما تخافش يعني ان شاء الله ربي غادي يرقبوا على ذريه طيبه صالحه والله يفرحكم ونسابهم يعني جاوا يعني من بعيد احنا نقولوا ان شاء الله يجوا بخير ويدوا معاهم الخير ويعطيهم الخير يعني يوصلهم بخير ويعني والجامع الجوارين الحاضرين اللي زاروا احنا نقولوا لها زياره ثم تقولها البارك معليش هادو اللي زاروا اللي ما زارش الله يعطيهم الخير والله يفرحهم والله يقضي حوايجهم المريض الله يشافيه وصحيح الله يعافيه واللي محتاج الله يقضي حوايجنا وحوايجه اللهم يا ربي ثمرنا بنور القران اللهم نورنا بنور القران وزينا بزينه القران وحلنا بحل القران يا رب العالمين اجمع الله يوحد الراي الله يالف بين القلوب الله يوحد الكلمه يعني البعيد ان شاء الله يوصل بخير والقريب ان شاء الله الله يفرحه في الخير وينطقنا في الخير ويجمعنا في الخير يا رب العالمين ايضا ندعو يعني للشيخ يعني سينوح يعني شيخنا الله ينوره ها وانت لنا سلطان احيه الله يفرحه الله يقضي له حوايجه الله يفتح عليه فتح العارفين يا رب العالمين ان شاء الله ربي يطيل في عمره حتى نزيدوا يعني ان شاء الله من نوري ومن ابتسامتي ومعاملتي يعني كما قال الشيخ يعني ليس مشي شرط كلام يعني الانسان النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الارض اذا الانسان يكون يعني يكون قدوه حسنه ان شاء الله ربي يفرحنا ويعطينا خير الدنيا والاخره زيد الشيخ قول كلمه يكمل لي انا يا صح فاني ندعو ان شاء الله بربي نقولوا يعطيه الذريه الطيبه لان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القران في سوره كهف هيا عين صاد ها ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني وشعر رسول شيئا منكم بدعائك ربي خفيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ها قال لك مين تدعي فنن بين ها هو دعا سيدنا زكريا دعا بالولي ولد صالح ولد يدعو لك وادعو ولد يعني يكون لك هبه لان دائما انا نقول الشيخ معليش نزيد شويه الكلام كاين واحد هاون ندير الهضره كاين واحد كنت ندير في رمضان اسماء الله الحسنى هي كنت ندير اسم الرزاق واسم الوهاب ها انك انت الوهاب هذه في القران في في في, في صاد وفي الذاريات ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ايوا الرزاق والوهاب هي من تقول تقرا في الرزاق شكون هو الله بصح الرزاق ما يرزقكش غير حك لازم تخدم لازم تبكر لازم تتعب خاصك الرزق خدم اذا الرزاق لازم له عمل هذه مفهومه هذه ما هي صعيبه هذه الوهاب لا يقول لك وهبة الوهاب هي اعطاء بدون مقابل كما نقولوا هذا وهب لي ساعه لازم ما يطلبنيش على الثمن كون يطلب لي على الثمن او بحالي لا وهبها لي هي عطاها لي بلا ثمن فهمتوها ولا فهمتوهاش الوهاب هي عطاء بدون مقابل الرزاق عطاء بالمقابل بالخدمه هذه الايه اللي قلتها في سوره مريم هب لي من لدنك اذا قال لك الولد هبه يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكران واناثا ويجعل من يشاء عقيما في سورة الأنبياء يقول وعلى سيدنا موسى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي قال لك الخو هبة الولد هبة يعني هبة يعطيها لك ربي بلا مقابل بصح قال لك الرزاق تخدم باه يرزقك الوهاب لا بعد اللي يهبك تخدم بالهبة اللي عطاها لك يعني خلطت لها شوية الرزاق تخدم يعطيك الوهاب بعد اللي يهابك بعد اللي يعطاك تخدم بالهبه اللي طاها لك الله عز وجل ذاك يروي الشيخ واحد القصه مش عارف من صحتها يروها اهل التفسير خاطرش اهل الحديث مع اهل التفسير كاين واحد القصص يبان ندخل شويه نطلعوا شويه مستوى من ديك القصه تاع علقامه والقصه تاع ثعلبه من تروح عند اهل الحديث كان يقول لك موضوعه ما كاش كاع كان يقول لك ضعيفه ومن بعد كي تروح تسيب عند المفسرين يقبلونها لان اصحاب التفسير ماهوش مزيرين شويه في السند يقول لك ومنهم من عاهد الله لئن اتانا اخذ ايه مذكوره في سوره التوبه منهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولا كنا معناتها معناها صحيح ولكن القصه ما كاش منها وين كاين واحد القصه يحكوها على سيدنا موسى عليه السلام
موسى سيدنا سليمان عفوا سليمان كنا نهضروا على الوهاب سيدنا سليمان شقال الله يفتح عليك هب لي ملكا ما قالش رزقني هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وموراها في كلام تقرا فزخرنا له الريح تجري ربي عطاه الريح يحكم فيها تديه وين ما يبغي ريح شتى مي تطلع في الطياره تديك السعوديه تديك المكة تديك المدينه تديك الوهران لا هذا ربي عطاه الريح هبه لي ولا مشي هبه ما عند الله تجري بامره امر تاع سيدنا سليمان توقفيته يقولوا يعني هذه في التفسير ان سيدنا سليمان لما صعد في الريح على بساط الريح او على الريح هذه نفس دخله شيء من الغرور شيء يقولك شيء فما الذي حدث مال بساط الريح يقولوا مال فيقول النبي سليمان اثبت او استقم رجل روحك فبقي مائلا قال استقم فانطق الله البساط وقال انا اطيعك اذا اطعت الله انا اطيعك اذا اطعت انت ربي انت عاصي ربي ما اطيعكش اذا باه انت تحافظ على ذريه صحيحه وزوجه تكون مريقله انت اطيع ربي وربي اللي يقول لك الزوجه واصلحنا له زوجه ويصلح لك اولادك ويصلح لك تجارتك ويصلح لك مالك ويصلح لك كل امورك برك انت شدير اصلح ما بينك وبين الله انت ريق روحك الشيخ يعني قال لي تهضروا بالفرنسيه بزاف الله غالب هذه والفناها نهضروا فرنسنا ماشي انا الشيخ عندي لا ليسونس في الاقتصاد شويه قرينا هكا بالفرنسيه ولفنا انت اصلح حالك بينك وبين الله عز وجل حتى نتعلموا شويه اللغه العربيه احسن ربي يصلح لك كل الامور اذا قلنا الهيبه اللي هي الولد الهيبه اللي هي الابن الهيبه اللي هي الزوجه الهيبه اللي هي اللي قلنا الاخ وهبنا لهم رحمتنا اخاه الهيبه اللي هو المال باه يحفظ لي انا ربي هذه الوهابات اللي اعطاهم الله عز وجل اصلح بيني وبين الله نصلي صلاتي ويعني ونصلح بيني وبين الناس ونحافظوا على صلاه الفجر وعلى يعني على كل الصلوات يعني الله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى ويعني ونحافظوا عليها ربي يقول فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه يعني الخوف الجيل اللي راه جاي يضيع الصلوات اذا انسان ندوا نصيحه في هذا اليوم نحافظوا على الصلوات يا شباب يعني كاع الصوالح العب فيهم مش انا نقول لك العب ما تلعبش ولكن كاع الصوالح بصح الصلاه ما تلعبش الصلاه الانسان يحافظ عليها في الوقت يحافظ عليها في المسجد يعني فيها اجر يعني 27 درجه يعاودوا نرجعوا للدعاء ونقولوا ان شاء الله ربي يثبتني على الدين ويفرحنا في الدنيا والاخره ويجمع هذا الجمع مبارك ويعاوده يعني يعيده الله علينا باليوم والخير والبركه ويعني ندعو يعني الجميع الله يحفظنا في اوطاننا وفي بلدنا وفي انفسنا واصلح حالنا واحوالنا يا رب العالمين والله يفرح هاتين العائلتين ويعطيهم خير الدنيا والاخره ويرزقهم ذريه طيبه صالحه الجماعه الله يفتح عليكم الله يعطيكم خير الدنيا والاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون الجوارين يعني اللي وقفوا مع اخوهم الله يفرحهم الله يعطيهم الخير الله يقضي حوايجهم ان شاء الله بربي يعني هما فين يستفادوا هما فين يستفادوا يدوا معلومات يعني انتم فين تفتحوا له يعني هو اللي كان سبب بعيط المشايخ كان قادر يعيط لاصحاب الغناء واصحاب الدي جي وكان قادر هو حر ولكن لا الحريه تاعو ربطها بالله عز وجل كان اللي يقول لك اودي بعض الشباب يقول لك انا حر نتزوج بالمراه اللي نبغي صح انت حر لا ماكش حر اذا اتاك ربي يقول في الرجل اذا اتاكم ان ترضون دينه وخلقه مرأة ما تزوج كيما تبغي تزوج باللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم الا بصح مسلمه الا بصح مسلمه والرجل ايضا فاني بالشروط اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم مش كيما تبغي انت اذا هادو يمشوا مع اوامر الله عز وجل ان شاء الله يفرحكم ولا يعطيكم الخير ويجمع الله يجمع الراي الله يوحد الكلمه الله يالف بين القلوب سبحان ربك اخواننا في سوريا اخواننا في سوريا وجميع المسلمين يعني الله يصلح حالهم والله يعني يرفد عليهم ذاك البطش ويرفد عليهم ذاك الغبن يعني في كل مكان كل مسلم واحد يعني مخلص في التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلص في الكلمه الله يبعد عليه هذا الغبن يعني هذه كما قلنا فيتن الشيخ فيتن احنا يبعد عليهم ان شاء الله ويعطيهم يعني الصبر ويفرج عليهم فرج عليهم ربي الله عز وجل هو الذي يسير وما ذلك على الله بعزيز ربي لا يعجزه يعني شيء ولا يعجزه ظالم ولا كافر ولا نعجزه نحن ربي ان شاء الله يفرحنا ويعطينا الخير وانت الله يفتح عليك الشيخ والله يعني يفرحك والله يا مان يعني اللي ندعوها لك خلي الله يعطيك خير الدنيا والاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا بيزيد الشيخ يقول كاش كلمه ما نقولوه لحظات دقائق برك
خونا اسماعيل تعرفوا باللي كان عند كان في الغربه مختار ولكن كان في مكان طيب قعد عليه حوالي 3 سنوات وهو يعيش ما بين الحرمين الشريفين ما بين المدينه المنوره ومكه المكرمه باش ما نخلوش يروح حق هذا الاخرى هكذا يجي هنا يقول لنا واحد الكولاي مات هكذا ويختم لنا ويدعي لنا ربي وخلوه يروح راه بغى يسافر راه بيهرب لا لا والو اروح اروح.